الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه. وبعد، الغاليات، تحية مباركة مزجاة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يعطيكم الصحة والعافية. تبارك الله هذا الجمع الغفير الطيب المبارك. سأل الله تعالى كما جمعنا اليوم في هذا المجلس الطيب أن يجمعنا في جنانه بجوار نبيه صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه أفضل الصلاة والسلام. حقيقة يعني أنا أول ما دخلت قلت بسم الله ما شاء الله، يعني شعري دي وقف. تبارك الرحمن، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب، ويبارك فيك ويسعدك ويرضيك يا رب العالمين. والشكر موصول للطيبة الفاضلة حفصة، ربي يعطيها الصحة والعافية. وشكر أيضا لحبيبة قلبي نقية، أنا ما أعرف إذا هنا جاية نقية ولا لا، هنا موجودة. الله يعطيها الصحة والعافية. فإنه يصطفيك إنسان ويختارك إنسان، هذا فضل من الله تعالى، فجزاها الله كل خير. يعني نسقت بيني وبين حفصة، سأل الله تعالى إنه نكون يعني ما تكون جلسة ثقيلة عليكم، إن شاء الله تكون كذا خفيفة على قلبكم بإذن الله تعالى. الصبر، وأهل الصبر جعلنا وإياكم من الصابرين. والصابرين ربما يكونهم الأعلى منزلة في الأجر، فحتى تصل إلى هذا المستوى وتكون من الأعلى منزلة في الأجر، عليك أن تصبر الصبر الحقيقي. وسبق وتكلمنا عن كثير من العبادات للأسف إحنا نمارسها بشكل خاطئ ونظن أننا مارسينها صح، لكن مو يطلع خلاف ما الليلة تطلع عبادة أي كلام، لكن الأصل لا، هناك أشياء أحيانا ما نسأل فيها ولا نتفكر فيها ولا نبحر فيها، وأحياناً ما نلوم أنفسنا لأنه أحياناً المعلومات اللي توصلنا مغلوطة، أو ربما نحن نفهمها بشكل مغلوط، فنوقع في المحظور وفي الأخطاء. واليوم إن شاء الله سنتعرف على الصبر بمفهومه الصحيح ومفهومه الحقيقي. وقبل ما أعرف الصبر بحكي لكم كذا موقف بسيط حدث من يومين. في مرة أحيانا حد علق يعني على الانستغرام، شاقتنا احنا ترى هذه وسائل التواصل، شاقتنا نعم. فواحد علق كتب من أين تأتي السيدة الفاضلة بمعلوماتها. طبعا أنا شوفوا، أنا أول ما يجيني مثل هذا السؤال أنا عندي مشكلة، شوفوا أنا اللي عندي مشكلة، نرفزت. فأسأت الظن قبل أن أرد، يعني أول شيء ما رديت أنا، ولكن في نفسي كذا قلت مو قصده، ده مو يقصد، يعني قصده أنا أبو لعب، جالسة ألعب، جالسة أخرف. فجاء في نفسي شيء، فبعدين قلت أمل اهدي 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 اهدي، ما يستوك ذاك الرجال. بعده قال السيدة الفاضلة، بعده متجمل قال السيدة الفاضلة جزاها الله خير وما أساء. الآن ليش أنتي مستعجلة؟ وهذا تأخير الرد جاب نتيجة. فبعدين قلت له أنه هذه علوم قرآن وعلوم لغة ممزوجة بعلم النفس. فقال نعم، ولكنك تتبعين لأي مدرسة؟ لا لا لا، ذا ناوي شر، ناوي شر. فقلت وأنا مو أقول له، جلست لكنه في نفسي تحدثني هذا مو باغي. فرحت قلت له لعلك إذا قرأت سيرتي تعرف أنا تبع أي مدرسة، وتلقاها في الهايلايت، الهايلايت اللي هو الفوق كذا في الانستغرام، في كذا أيقونات فيها مجموعة أشياء اللي عادة الناس تحتاج أن هي تعرف. فكاتبه هناك من أنا وشهاداتي إلى غيره، لأنه هذا حق الناس. بعدين ما سكت، مرة قال لي
أنصحك بقراءة قصة ابن جني. وابن جني شخص 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 صلوا على النبي. على باله جني يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي اقرأي قصة ابن جني وقصته مع علي الفارسي. مو قصده ذا، قصده ذا بيكون ابن جني واحد بطران وباغني أنا أقرأ قصته، وقصده أنه أنا بطرانه. قلت يا عملت وانتي تقولي في نفسك. بس بعدين على فكرة أنا ما كنت أرد عليه، كنت أنتظر شوية، فقلت خليني أشوف هذه القصة اللي يتحدث عنها. فتخيلوا مو لقيت قصة هذا الرجل أنه عبقري وداهية. أوه هنا استحيت من نفسي، قلت يعني الرجال قصده أنك يعني داهية، وأنا سوء الظن في هذا الإنسان. رحت قلت له جزاك الله خير وبارك الله فيك، وقرأت القصة خلاص انتهى الأمر. الفكرة هنا كم من مرة استعجلنا فيها في الرد وهزمنا أو هزمتنا عجلتنا وخلتنا ماله نخسر، وأحيانا نكون نسيء فهم الكلمات اللي نتلقاها، وليس ذلك من الصبر. ولذلك الصبر يتطلب إنه أنت تكون شوية هذه مسألة العجلة عندك تضبطها، فتضبطها لحد ما تصل إلى ما تريد. لذلك هندخل الآن في مفهوم الصبر. في حد هنا أول شيء معي في دوراتنا كذا هاي شارك معانا في سحر الخلوات؟ إنزين، والكتاب المبين، حد جماعة الكتاب المبين، حد هنا تدبر موجودين، علم الحروف، حد من علم الحروف غير نقية؟ لا لا، علم الحروف دورة، ما حد أفا فئتكم واجد هين نقية هين هبا أشوف نقية فئتهم ها فئتهم. طيب اليوم نقية ما هتغششكم، هنشوف لأي درجة كيف الحروف تلعب بالموضوع، وكيف أنه الكلمات وحتى الأفعال تتضح لما نعرف الكلمات. الصبر جاية من الفعل صبر. ممتاز، لحد الحين انتم مية مية ان شاء الله عليكم. طيب حرف الصاد الموجود في صبر، أنا الكلمة هذه سأقسمها أيضا إلى قسمين، وهذه واحدة من طرق فهم المعاني إن نقسم الأفعال إلى قسمين، إما أن نقسمها إلى حرف ثم الجزء الثاني، أو نقسمها يعني الفعل عندنا الفعل الثلاثي، إما أنه أنا قسمه أول شيء إلى الحرف الأولاني والثاني يكون الجزء الثاني. فإذا قسمتها الآن الكلمة صبر هتكون صاد زائد بر، صح؟ صاد زائد بر. طيب حرف الصاد من ضمن صفاته أنه شوفوا من اسمه صاد، أهل العامرات، صاد صاد مو يعني صاد، صاد يعني صيد، صح؟ إيش معناته أيضا؟ الصيد ما يحتاج إلى اقتناص، ما يحتاج إلى ضبط، ما يحتاج إلى أنه أنا يكون عندي شوية إيش؟ الصيادين مالهم إيش عندهم خلق ماذا؟ صبر، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه عملية الاصطياد ما حاجة وتعال وسوي، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى إنه أنا أنتهز الوقت المناسب. ولذلك حرف الصاد حرف يدل على الاقتناص واختيار الوقت المناسب. طيب بر، بر الوالدين، إن الله هو إيش؟ البر الرحيم. إيش يعني البر؟ نقول بر الوالدين وبر الوالدين،
البر عكس واش؟ لما تعكسي بر ايش تجي؟ غايته عطوها قهوة، عطوها قهوة. يلا عكس البر عقوق. انزين عكس الكلمة نفسها رب، تكون ايش؟ رب. الله تعالى سمى نفسه الرب وسمى نفسه البر، صح؟ ايش الفرق بين الرب والبر؟ اسماء الله الحسنى، ها؟ ما الفرق بين البر والرب؟ لما نقول ان الله تعالى ونقول الحمد لله، ها؟ ايش يعني ربوبية؟ الربوبية هي الألوهية. ويح قلبي، ها؟ الرب هو القائم على شؤون العباد، القائم على شؤون العباد لأنه سيدهم. فرب الأسرة الأب القائم على شؤون أسرته. طيب البر عكس، ها؟ من اللي يقوم بالبر؟ إذا كان الأب رب الأسرة، من اللي يفترض يقوم بالبر؟ الابن. متى يقوم الابن بالبر أو البر بوالديه؟ إيش يعني البر؟ يعني يحسن إليهم، يحسن إليهم. طيب كيف الله تعالى يبرنا؟ يحسن إلينا متى؟ عند الحاجة. الرب يعطي بدون الحاجة، يعني الله تعالى يعطيك حتى لو أنت ما محتاج. هذا هو الرب، شؤون قائم بشؤون عباده لأنه سيدهم. محتاج ولا ما محتاج؟ يعطيك. أما البر هو الذي يعطيك وأنت في حاجة. ولذلك بر الوالدين إنه أنا أقوم بشؤوني أو أحسن إلى والدي وهم محتاجين، وهم محتاجين. طيب معناه هنا في عمل، في إحسان. طيب الكلمة الأولى قلنا والحرف الأول صاد، صاد عبارة عن اقتناص، اصطياد. طيب والبر عبارة عن الإحسان والقيام بالعمل عند إيش؟ عند الحاجة. والقيام بالعمل عند الحاجة. تعالوا نجمع الكلمتين أو المعنيين، اقتناص والثانية إيش؟ الإحسان. إذن صبر هي عبارة عن اقتناص أفضل ردود الأفعال وأحسنها من أجل ماذا؟ مواجهة موقف ما، ما هو عند الحاجة، مواجهة موقف ما أو التعامل مع موقف ما. في علم النفس يسموها الذكاء العاطفي أو يسموها التحكم بردة الفعل. إذن الصبر جاية من الكلمة نفسها، أن تكون من الصابرين، أي تكون ممن يختار أفضل الطرق وأفضل الأساليب التي تعينه على التحكم بمشاعره، بأفكاره، بردود أفعاله، ماله في الوقت المناسب. قلت كلمة كتمان؟ شي كلمة كتمان؟ شي كلمة أكبت في نفسي؟ وهذا اللي يكبت ويقول لك صابرة. لا حبيبتي أنت ما صابرة، أنت جالسة تسببي حال نفسك اكتئاب باختصار، وهتروحي مع احترامي للمسرة بعد فترة. ليش؟ لأنه الكتمان لا يوصل إلى الخسران. وحاشا لله أن يأمرك أن تصبر ثم ماذا؟ يريد يهلكك، صح ولا لا؟ فلذلك اللي فاهم الصبر إنه هو كتمان معناته فاهم الموضوع غلط. الصبر هو أختار الطريقة المناسبة اللي تعيني إنه أنا أكون في أفضل صورة ممكنة وأحافظ على نفسي، أحافظ فيها على نفسي، فلا أؤذي نفسي
ولا أؤذي علاقتي بالله تعالى ولا أؤذي علاقتي إيش بالآخرين. طيب الآن إذا جينا نلخص الصبر، طبعا في معنى آخر لكنه عشان بس أختصر لأنه في أشياء كثيرة فأخشى أنه أنا ما ألحق أقول لكم إياها، هناك معنى آخر بس إن شاء الله هنجي أثناء الكلام بإذن الله تعالى. الصبر يجي بمعنى التحكم بالنفس وعدم الرضوخ لها. إيش يعني عدم الرضوخ لها؟ أي يعني نفسي مو تقول لي ضعفي، فأنا إيش أصبر إيش ما أضعف، هذا معناته الصبر. الصبر أيضا ضبط وسيطرة الانفعالات. جاءك خبر محزن مو قلتي إنا لله، ضبط ولا ما ضبط؟ طب اللي ما ضابط مو يقول وافقري وحشري، ما عرف مو يقول من الكلمات، هذه الكلمات الغير مناسبة تدل على عدم ضبط الانفعال، أو تقول حال مو أنا بالذات، أنا مو سويت في حياتي عشان كذاك يستويلي، هنا ما في ضبط انفعال مباشرة. أو يغضب فيصرخ ويقول يا رب أنت متى ناوي ترحمني. في بعض الناس تسيء الأدب حتى في حوارها مع الله تعالى وبعدين تقول ليش والله صابرة، لا أنت ما صابرة سامحين. الصبر أيضا عدم الاستعجال، ما تستعجل في ردود أفعالك. لذلك أحيانا مثل ما قلت لكم اللي يصير أحيانا خلافات، على سبيل المثال يعني أننا عندما نستعجل قد نسيء إلى الآخرين، ولذلك الصبر معناه أنه أنا ما أستعجل. وأيضا الله تعالى قد يقدر عليك بقدر لا تحبه، قدر أنت ما تحبه، ولكنك ماذا؟ لأنك ترضى فإيش؟ فلا تستعجل تقول هو خير لعله خير. إذن الصبر أيضا عدم الاستعجال. الصبر يعني أنه أنا أستمر في العمل حتى لو كانت الواقع يقول لي سيء. يعني كيف؟ يعني أنا مثلا جالس أشتغل 20 سنة في نفس الوظيفة وما شيء ترقية، صابر ومخلص كل يوم أروح من الساعة 7:30 إلى 2:30 دوامي. أما اللي ينتظر مكافأة فمو يسوي، صار لهم فترة ما عطونا، خلاص كيفهم بروح الساعة 9 بستأذن على الساعة 10 أنا مستأذن، هذا ليس من الصابرين. ليش؟ لأنه كان ينتظر ويعمل من أجل المكافأة. نفس الشيء في ناس تصبر على قيام الليل في رمضان، وتصبر على صلاة التراويح، وتصبر على الصدقات والعبادات، إيش بهدف ماذا؟ يعطيها الله تعالى شيئا في نفسها، ولما يخلص رمضان تقول الشياطين بياهم صف، يعني ما كانت مصفدة الشياطين انطلقت بياهم، ما كأنه شيء استوى. لماذا؟ لأنه كان عنده هدف، ما كان الأمر لله. فلذلك هنا ما أقدر أقول إنها صبرت على الطاعة لأنه كان هدفها شيء. أيضا الصبر يعني أنا أدير الموقف بحكمة، بحكمة، والسبب لأني ما أستعجل، فأشوف ما هي أفضل الطرق اللي أعملها. أيضا الصبر هو أنك تستمر في طاعة الله وعبادته حتى لو لم يعطيك الله ما أردت. لذلك إذا كان الإنسان، وهذا يسمى بالرضا، وهذا الفرق ما بين الرضا الشخص الراضي والصابر وما بين الشخص الغير صابر، إيش هو؟ هناك فرقين. ما الفرق بين الصابر والراضي وبين الشخص الغير صابر؟ رقم واحد، الشخص الصابر أنه حتى لو جاءت الأحداث عكس ما يريد فإنه يستمر في الطاعات والعبادات، ما يتوقف، لأنه يريد في هذه العبادة وجه الله وما يريد غرض دنيوي، ويقبل حكم الله تعالى عليه، يستمر. رقم 2، ها
قلنا رقم واحد ما كلنا نتكلم. ها ترى قلنا استمرار، استمرار في العمل. رقم اثنين كيف أعرف أن هذا الشخص صابر وراضي؟ ها حريم؟ نعم؟ يزيد في الطاعات؟ ها؟ طب ماذا تفعل به الثقة بالله؟ ترى قلنا يستمر في العمل، يزداد يقينا بالله، وسلم الأمر. هذا كله اسمه الاستمرارية، كله الاستمرارية. أتجيب لي كل المصطلحات الموجودة في القرآن الكريم. ألا يكل عمله إلى نفسه، كيف يعني؟ ألا يكل عمله إلى نفسه، إيش يعني؟ يعني ولا حوله ولا قوته، إيش يعني؟ خلونا خلوا صبروا، صاتوا أنا من ساعة أعطيتكم فرصة وقبت لي كل كلمات القرآن وما شيء، صبرا خلنا أكمل. من علامات الصبر والرضا الثانية هي ألا يكل نفسه أو يكل حوله وقوته إلى نفسه، كيف يعني؟ يعني إذا كان راضي ويقول أنه صابر لا يفعل الحرام إن كان الحل في الحرام، ما يفعله. كيف يعني؟ يعني واحد علي دين مستمر يدعو الله تعالى، مستمر أن الله تعالى يقضي دينه، هذا رقم واحد. رقم اثنين قالوا له في حل إنك أنت تأخذ قرض ربوي، قال لا أصبر. فماذا فعل؟ لم يذهب لي أخذ إيش القرض الربوي. إذن لا يفعل الحرام حتى وإن كان ذلك هو الحل الوحيد. هذا هو الفرق بين الصابر. لكن الشخص الغير صابر مو يقول تعبت دعيت ودعيت واستغفرت واستغفرت لكن ما شو فايدة، فمو يسوي خلاص ما عندي حل، والله تعالى عالم بي. لا لا لا، إذن هنا ما تحقق الصبر. الصبر يعني إنه أنا رقم واحد أستمر في الطاعات، رقم اثنين أن لا أفعل الحرام ها حبا في الله، ولا أكل فعلي إلى نفسي. نفسي تأمرني بشيء معين ما يعني حرام، لا لا ألتفت إليها. هذا هو الفرق بين الراضي والصابر وبين ذلك الإيش غير صابر. طيب الإنسان هناك أربعة أمور لابد أن يصبر عليها، أربعة أمور لابد أن يصبر عليها، ما هي؟ مجاهدة النفس، الصبر على النفس. على فكرة ترى هو كله الصبر على النفس، كله الصبر على النفس، لكنها تنقسم إلى أربعة أمور. ها؟ على الابتلاء، بعد على الصبر على المعاصي، الصبر على الطاعات، رقم أربعة ها؟ زصال الابتلاءات وهذه كلها أقدار، الصبر على الآخرين. إذن أربعة أنواع من الصبر، الصبر على الناس رقم واحد، الصبر على الناس رقم اثنين، الصبر على الطاعات، الصبر عن المعاصي، ورقم أربعة الصبر على الابتلاءات والأحكام والأقدار. في وحدة بعد الصبر على الزوج، ما هو من ضمن الناس ولا هذا وحده فئة ثانية؟ لا يكون رجل آلي، لا من الناس. طيب وطبعا هنجي ليش مجهزت ليش أمثلة بس تصبري. طيب أول حاجة شوفوا الصبر على العبادة والصبر عن المعصية والابتلاءات نوعا ما أسهل،
أسهل، لكن الصبر على الناس هنا المشكلة، قمة المشاكل. ها تول متزوجات شيء من الحريم مسويا، أول ما قتل الصبر على الناس والصبر على الزوج. لا تفتح المواقع الله يخليش. صابرين صبر الله يعلم فيه. طيب الغاليات، شوفوا، أول شيء بالنسبة لي الصبر على الناس، اعرفي أن الله تعالى، أول شيء الله تعالى لما تكلم عن الصبر ترى ما قال لش اصبري وخلاص، بل أعطاك طرق وأساليب وهنستدل عليها بالآيات الكريمات إن شاء الله. رقم واحد، ورح ناخذ نماذج شوية لأنه أنا حاطة كذا نماذج ممكن يتعرض لها الإنسان ويعرف كيف هو يصبر عليها. رقم واحد، الناس تؤذيني، ألا نتعرض لإيذاء الناس؟ ألا نتعرض أحياناً، أي كان نوع الناس هذولا، كانوا قريبين أو بعيدين. قبل أمس أخوي يقول لي، فأقول له يعني أنه السوشيال ميديا مزعج 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 يعني بشكل غير طبيعي، مزعج للدرجة أنه سموم، أنت كل يوم تتعرض للسموم. وأنا أقول لكم يا هذا، ما اللي عنده حساب خاص، اللي عنده حساب عام هذا كل يوم يسمع سموم من الناس. حتى كنت أقول للأخوات أنه مرة اتهمت بالزندقة، ومرة حد قال لي أنتي كافرة، ومرة حد قال لي أنتي لا أنتي ولا علمش، وحد قال لي أنتي كيف تتقرأ تطلع صورتش وصوتش وغيرها من الكلمات، وحد قال لي أنتي ما أعرف كلمات يعني، واللي صنفني ولا. فالصبر على الناس وإذاء الناس، أنت لو تكون ما تكون إن شاء الله تكون من خلينا نقول إيش النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، تعرض ولا ما تعرض؟ هو في أطهر وأنقى وأخلص من النبي؟ خلاص، إذن معنى كلنا معرضين للإيذاء. فأخوي يقول لي في واحد من المشاهير، جاء واحد مسوى، جاب تعرفوا مثل المعرف حديدة، يقول مشى على سيارة ذاك الرجل بالحديدة وخربها، خرب له سيارته. ايش بينك وبينه؟ ايش سوالك؟ ماشي، بس ما حبه، ما عدا وما مسوي له شيء، بس ما يحبه. ترى في ناس مثلا تجي تقول ليش انا ما احبش كذاك، من الله لله في الله ما احبش، زين ما تحبه خلاص، زين انت حر، لكن لماذا تؤذي؟ ففي يصير احيانا عمليه ايذاء. طيب الله تعالى قال انه لما حد يؤذيك بالقول او الفعل ماذا تفعل؟ واصبر على ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقول. فايش سوي؟ فسبح بحمد ربك وكن من اعطاش الحل. ايش يعني يا رب فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين؟ ايش يعني سبح؟ سبح الفعل سبح، الفعل سبح، سبح الفعل. أنا دائما أستنقد بمعلمات اللغة العربية، لحقوني يا معلمات اللغة العربية إذا حد هاي ها سبح ها سبح الفعل سبح، هذا فعل ماله؟ سبح فعل ماضي. طب أعطيني أصله الثلاثي. سبح سبح أصله سبح سبح، نعم، لأنه هذاك مضاعف الباء هناك مشددة فصار رباعي، صح؟ إحنا باين الثلاثي، عندما نعيد الفعل إلى أصله ثلاثي ثم نعيد الجذر إلى كلمة إلى حرفين. يوم قلت لك إن كان خسرانات في علم الحروف أنغيطي النقية. طيب سبح، إيش يعني سبحة؟
وهذا ايش يعني؟ حركة ولا ما حركة؟ فلما يقول له الله تعالى سبح بحمد ربك، أي تحرك، تحرك إلى ماذا؟ إلى ما أنعم الله عليك من نعم وفضل، وكن من الساجدين أي من المتوجهين إلى الله، ما تلتفت لكلام ماذا؟ الناس. هذا معناه تسبح. ما معناه تروح تمسك السبحة؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خف كله علي. أوكي، هو عمل صح، هو عمل يعتبر عمل حركة، لكن معناتها لا تقف على كلامهم، ما توقف. إيش تعمل؟ سكيب، تعمل طاف، تعمل عملية إيش؟ طاف لكلامهم. وإيش تسوي؟ تنتقل إلى عمل يرضي الله تعالى، تنشغل به، لا تهتم بما يقولون. لماذا؟ لأنه إذا جلست تنشغل بالذي يقولون أنت ما بتتحرك، ما راح تعمل أي شيء. ولذلك سبح، أي تحرك إلى ما أنعم الله عليك وإلى المقام الذي وهبه الله تعالى لك، وكن متوجها بهذا العمل تريد به وجه الله. إذن رقم واحد من علامات الصبر على الناس إنه إذا الناس أذتني مالهم؟ إيش أسوي؟ أيوة، زوجي قال لي كلمة تسم البدن، مو أسوي؟ أسير أغسل وعيان أحسن، والله أحسن، صح ولا ما صح؟ تجلسي تراديه فكلمة من عندش، كلمة من عنده، مو يصير؟ أنت ما فيك خير، وأنت ما فيش خير، وتصير إيش المسألة؟ كبيرة. والأطفال من بينكم وإيش يشوفوا؟ يشوفوا السيناريو والمصارعة الحرة. إذن ماذا نفعل؟ ننتقل إلى عمل مفيد. طيب، رقم اثنين، ما زالوا يؤذونني مستمرين، ماذا أفعل؟ ها، ما زال الأذى مستمر. في كثير ناس تقول أنا أتعرض للأذى من ناس كذا ومستمرين، وسامحت وسامحت بس ما زالوا يؤذوني. ماذا قال الله تعالى لمثل هذه الفئة؟ واهجرهم هجرا جميلا. إيش هجرا جميلا؟ يعني حتى إذا بدأ يغلط علي أصلا، حتى ما أخذ وأعطي، ما أخذ وأعطي، هذا هو الهجر الجميل. يعني ما أجلس وأقول لا 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 تعال تعال، ما أشغل نفسي. طيب، واحدة تقول زين وإذا كان من أهلي كيف أسويبه؟ أنا عارفة 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 بتسأل هذا السؤال، إيش أفعل؟ أذوني ومستمرين في أذيتي، وفوق ما إنهم مستمرين في أذيتي حتى إحساس ما يحسوا فيه، مستمرين في ظلمي وفي أذيتي وإحساس ما يحسوا فيه. ما يصير أحيانا بعض النساء مبتلات بزوج يؤذيها يؤذيها وحتى ما يشعر بمشاعرها ولا يفكر فيها، ما يهمه. وفي أحيانا الأم مبتلات بأبناء، يا عيني تعطي وتعطي وتعطي ولكنها مستبلية بذلك الأبناء العاقين، ماذا تفعل؟ الله تعالى بعد خبرنا وش نسوي. قالوا تالله تفتأ تذكر حتى تكون أو تكون من، قال إنما، ما أولاده، ما ظلموه، قتلوا أحدا من أبنائه، ما أعطنهم إياه أمانة، موسى يرقعوه قميص في دم كذب، صح ولا لا؟ شاف إنه ما شاف فايدة، يكلمهم روحوا شوفوا أخوكم، روحوا كذا كذا كذا، قالوا تالله تفتأ، ما شف، ماش إحساس، ما حاسين بالألم اللي فيه، إيش سوى؟ قال إنما البث، البث أي توجه إلى الله عندما تضيق، هذا هو الصبر، هذه الآلية اللي تعملها، كن ممن يبث. وكلمة تبث أي أنك تكون، وطبعا إحنا شرحناها كلمة البث، ماذا تعني كلمة البث؟ يوم نقول بث إرسال، ولما ترسلي ما المفروض يكون فيه استقبال؟ إذا في حاجة أنت ترسليها ويفترض مالها
أذنك وقلبك ماله منصت لما يأمرك الله به. لما تروحي أنت في الصلاة وتشتكين إلى الله مما تعانينه ومما أنت يعني ما طايقتنه، انتبهي، لأن الله تعالى في هذا البث، إحنا نسميه البث الواعي، يعني أنا أكون أشتكي لله وأنا فاهمة وأقول، لأن هناك شكوى يسموها تذمر وهذه ما منها فائدة، وهناك شكوى أنا عارفة مو أقول وأنتظر من الله تعالى أن يدلني ماذا أفعل، هذا هو البث. ولذلك قال إنما أشكو بثي، ثم قال حزني، لأنه يعي أن كلمة البث هي حديث واعي ألقيه على الله تعالى حتى أتلقى من الله تعالى تعليمات. ستجدي أن الله تعالى يخبرك ماذا تفعلي، ستأتيك على شكل رسالة كذا تظهر في داخلك، اعملي كذا اعملي كذا، عندما يكون البث واعيا. طيب الناس تهددني، نبتلى أحيانا بتهديدات، الأسبوع الماضي ولا قبله أنا أقول كنا من تو استشارات زوجية ما أخذ، أسوأ أنواع الاستشارات، واحدة زوجها يقول لها هذه بتستشيرية لازم أقتلها. طيب أقول لكم بلا بلا يعني بلا عظيم، لازم أقتلها وما أتوقف إلا وقاتلنها. فنحن حياتنا مهددة، ولذلك استشارات زوجية توبة ما أخذ. تهدد كيف أرد؟ الذين قال لهم الناس أن الناس فخشوهم وقالوا فزادهم وقالوا حسبنا الله. خلاص وكمل حياتك، إذا موت موت، لكن هتوقف هتنخش في غرفة وتقفل على نفسك؟ ثق بالله توكل، ما أنت ممكن تتعرض لتهديد، فلا تلتفت إلى التهديد، ولكن ثق إيش بالله اللي قادر إنه يحميك. طيب هناك ناس تريد غوايتي أيضا، هذا أذى، كيف تصبر؟ طبعا بعض النساء أحيانا تقول يعني مشكلة زوجي أصحاب السوء، عنده أصحاب السوء مالهم بغيو، يقولوا له سير تزوج الثانية، سير معرفه هناك، ولا يصير يعرفوا على أشياء ما زينة فيغونه. وأحيانا انتي تكوني إيش مع ناس للأسف أيضا مالها للأسف يعني مشيها ما صح، ماذا تفعلي؟ كيف تصبري؟ ماذا قال الله لنا في ذلك؟ الإعراض، الإعراض هو الإعراض، إيش الله تعالى يقول؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن إيش؟ عن ذكرنا وكان أمره، لا تطيعه، اقطع على طول، من يريد أن يغويك اقطع طريقه عنك، حتى ماذا؟ حتى ما تضعف بعدين، وكن من الصابرين. طب هذا صديقي من يوم الطفولة، ما مهم. وهنا الصبر، ألا تأخذك العاطفة. وأحيانا ممكن يعني المرأة أيضا تبتلى، أو العكس، إنه تبتلى بزوج ماله ما ملتزم، يأمرها بأشياء لا تليق ولا يجب أن يطلبها، ولكنه مع ذلك ماذا؟ تقطع الأمر وتصبر وتحتسب وتكون حازمة واضحة حادة، ما تقول عشان ما أخسره عشان ما كذا، لا. فالله تعالى هنا يعلمنا كيف يكون الصبر مع الناس. طيب كيف يكون الصبر؟ قبل أعطوني الوقت، بعدنا عندنا 10 دقائق تقريبا. كيف يكون الصبر على الطاعات؟ كيف أصبر على الطاعات؟ على فكرة واجد تجيني أسئلة،
إنه إحنا مثلاً صلاة الفجر ما نقدر نصليها، أو أحياناً تفوتنا صلاة الفجر، أو أحياناً في ناس تقول أنا أريد أحفظ القرآن بس ما قادرت أحفظ، دائماً أحفظ وما أكمل، كيف أصبر على الطاعات وكيف أكون من أهل الصبر في الطاعات؟ مجاهدة النفس، ما هو كلها مجاهدة نفس، كل الأمر سواء علاقتنا مع الناس أو في الطاعات أو عن المعاصي أو شيء ثاني إيش؟ الابتلاءات كلها مجاهدة مع النفس. ما احنا قلنا إيش عبارة الصبر؟ ما قلنا ضبط؟ ما قلنا ضبط ردود أفعال؟ طيب تعالوا نشوف ردود الأفعال كيف تكون. رقم واحد، حتى تكون من أهل العبادات ابني لك بيئة داعمة، ابني لك بيئة داعمة. وأمر أهلك واصطبر. إيش يعني؟ يعني أول شيء حاول أنك تبني بيئة داعمة في البيت. لماذا؟ حتى إيش؟ كل واحد يشجع الثاني. طب يا رب ما شو فائدة في بيت أهل بيتي؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون. إذن أبحث عن ناس داعمة برا البيت. ولذلك مجالس الذكر على فكرة من أكثر المجالس داعمة على الطاعة. الناس اللي تروح مجالس الذكر دائما تجد أن الطاعة صارت أسهل، صارت أسهل وألطف. ليش؟ لأنه هذه تذكر هذه وهذه تشجع هذه، وتحدث بينهم منافسة على ويش؟ على الطاعات. وفي ذلك تلقي أنهم ينافسوا بعضهم بعض. لذلك احرصي، لأنه ذلك من الصبر. رقم غيره أيضا، كن من أهل العزم. كيف يعني أكون من أهل العزم؟ قوي الإرادة. طب كيف أقويها الإرادة؟ كيف يكون عندي إرادة قوية؟ كيف؟ أيوة. طب الإصرار هذا كيف يوصل؟ كيف أوصل له؟ ممتاز، هذه طريقة مناسبة إنه أنا أنوع في الطاعات. طب بعد شيء ثاني، عشان أقوي الإرادة عندي، كيف يصبح عندي إرادة في العبادة؟ تذكير، غير التذكير، أفرض على نفسي. أسوأ شيء إنك تفرض على نفسك، أسوأ شيء تعملي. لا تفرضوا على نفسكم شيئا، خذوها إيش الهوينة. ها جميل، لكن أنا سؤالي الآن، كيف أنا أكون من أهل العزم في العبادة وبالتالي أصبر عليها؟ ها، أجعل لي هدف، أحارب من زي كيف أحاربه؟ زي صح، هو كيف أستوي من أهل العزم؟ وتترجعون لنفس الدائرة تراكم؟ إنه الاستعانة بالدعاء ممتاز، بس في شيء ثاني. أيه، كيف أولو العزم؟ كيف صاروا أولو العزم؟ اصبر كما صبر أولو العزم. طيب كيف صبروا أولو العزم؟ ها؟ اختلوا بالله، طولتوا. ها؟ أعطيكم الخلاصة، تدرج في العمل، تدرج. التدرج يبني القوة. إحنا المشكلة ويش؟ أنا باغي أصبر على العبادة مو أسوي، فجأة منقطع عن الصلاة، واجي فجأة أصلي بدل 5 صلوات أصلي 10 مرات، ما ينفع. تدرج. باغي أصوم، أنا ما متعودة أصوم، وأروح فجأة أصوم كل يوم، هتتعب. أريد أعمل طاعات، ما ينفع تعمل طاعات فجأة، لأنك ستنقطع. العزم يبنى شيئا فشيئا، وهكذا كانوا الأنبياء، العزم مالهم يبنى شيء فشيء، فيكبر الأمر، حتى طاعاتهم وعباداتهم تزيد 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 مع الوقت.
ما تكون العبادات من البداية قوية، لا، تزيد فتزيد. حتى لو تتذكروا قصة النبي إبراهيم حتى في اليقين، ما الله تعالى اصطفاه فرفع مستواه في اليقين، فإيش أول شيء؟ علمه علم اليقين، ثم ماذا؟ ثم جعله يرى عين اليقين، ثم ماذا؟ ثم وصل إلى حق اليقين. كل شيء بالتدريج، أنت ما توصل إلى حق اليقين. طيب، بعد من ضمن الأشياء اللي هو قلتوها، حتى أصطبر على الطاعات أذكر نفسي أصلاً أنا ليش أعبد الله تعالى، أذكر نفسي الهدف الآخرة، أذكر نفسي دائماً بالآخرة، فإن ذلك من المعينات على الصبر. طيب ممتاز، كيف أموركم حتى الآن؟ على العال. طيب كيف نصبر على المعاصي أو عن المعاصي؟ يعني هذا شوية تدرج، عاد قلنا لك التدرج كله تجيب أنه التدرج ما كل حاجة تعالوا كذا وخشوها. أيوة صح صح صح، شوي شوي، بس كيف تسوي؟ كيف أسوي؟ نستذكر عواقب الفعل اللي أنا أفعله، أستشعر عواقب الفعل. أنا تو لو سويت هذا الشيء إيش بيصير لي؟ عواقب الذنب. طيب أمر آخر، استغلال الوقت، وهذا نسميه إحنا أكثر من الحسنات إذا تريد أن تتخلص من السيئات. يعني مثلا أنا متعود الساعة 10 أسمع أغاني مثلا، طب تعال أنت بدل الساعة 10 ليش أنا ما أسمع محاضرة مفيدة مثلا شوي شوية، بعدين أسمع قرآن، أتدرج في الأمر أيضا، لكنه إيش كل مرة هذاك الوقت بدل ما أجلس أنا أفكر في الأغنية أو أفكر في الشيء اللي أصلاً ما مفيد أستبدله بحاجة. لماذا؟ لأنه الحسنات. طيب أمر آخر، الاستغفار، نعم من المعينات على الصبر في المعاصي، بس في أشياء أخرى أيضاً ممكن نسويه عن مواطن اللي هي عدم الاقتراب من مقدمات المعاصي. لكل معصية مقدمة، أنت ما توقع مباشرة في المعصية، في مقدمات. على سبيل المثال شخص يشاهد أفلام إباحية مثلا، طب كيف يتوقف عن هذه المعصية؟ هو عارف أنه لما يكون وحده، لما يغلق الأبواب، لما يجلس مع نفسه، فإيش يسوي؟ يقول أنا ما هجلس مع نفسي، لأنه هذه مقدمة. إيش تقول له؟ روح افتح. فبدل ما يجلس مع نفسه ها يقول لا بقوم، فلان يروح يشوف له حد يعمل له شيء. المهم أنه يجتنب المقدمات. واحد مبتلى بالنساء، فعشان ما يقع في الزنا ماذا يفعل؟ أحاول ولا يعاني اللحري مسكينات يعاني، بدل ما تجيب على اللحري بروح عند زوجتك. لا ماشي شغل. الفكرة من أساسها يا حبيبتي هي الفكرة، ليست الفكرة ليس أن يذهب، هي الفكرة أنه أنا أريد أتخلص من هذا المرض، فبدل ما أنا أروح ماسح الصور، أروح إيش أي مكان فيه نساء ما أروح له. أنا عارف أن هذا المكان مثلاً فيه نساء كاسيات عاريات، إذن أنا أتجنب هذه الأماكن. أنا عارف أن إذا رحت عند هذه الأماكن بعمل غلط، ما أروح لها. وكما قالت الأخت يروح عند زوجته، طب إذا ما متزوج يعني يروح يعني تقبل يصير يوكل عند أم أحسن. الأقدار والابتلاءات والأرزاق، قد يرزق الإنسان ويبتلى برزق لا يحبه ولا يرضاه على نفسه،
يعني بقلة ذات اليد. أحيانا يبتلى الإنسان بالفقر، وأحيانا يبتلى الإنسان بالدين، وأحيانا يبتلى الإنسان ماذا؟ بفقد النفس، بفقد الأنفس، وأحيانا يبتلى بالمرض. كل هذه ابتلاءات وأقدار الله تعالى قدر. كيف يصطبر عليها؟ كيف يصطبر عليها من هذه الصغيرة؟ يمكن جوعانة، جوعانة، احتضنيها حبيبتي، احتضنيها، ها؟ ما تباش؟ تلعب جالسة؟ على بالي تصيح، حد صيح؟ هنا جيبيها، جيبيها، خلينا نصيحها أكثر. طيب، كيف أصطبر على ابتلاء الله لي؟ رقم واحد، أذكر نفسي أنها الدنيا. إيش يعني؟ الله تعالى قال ولنبلونكم، يعني الله تعالى نبهني ولا ما نبهني؟ إذا لازم أذكر نفسي ترى هذا حال الدنيا، هيكون فيها نقص، وهيكون فيها إيش؟ خوف، وهيكون فيها جوع، وهيكون فيها نقص في الأنفس والأموال والثمرات. هفقد يوما أكون مفقودا ويوما أكون فاقدا، طبيعي. إذا أذكر نفسي أن هذا حال الدنيا. الأمر الآخر، لا تقارن نفسك بالآخرين. أكبر مشكلة يقع فيها الناس وما يصبروا أنهم دائما مقارنين. شوف فلان بيته كيف كبره، حال وأنا ما عندي كما ذا البيت، أنا ما لي حظ، ما أعرف ليش ذا فلان عنده هذا البيت وأنا ما عندي هذا البيت. أو واحد يقارن أنه زوجته كذا وهذا زوجته كذا، عملية مقارنة. ولا تمدن إلى ما متعنا منهم زهرة الحياة الدنيا. أيضا رقم ثلاثة، تفاءل بما عند الله. المؤمن طبعه متفائل، طب إذا الله تعالى أعطاه سيعطيني. شفتوا كيف؟ حب الخير لما تجده عند الآخرين. إذا أنا الله تعالى قدر علي رزقي وأعطى الآخر رزقا، فأقول سيعطيني كما أعطاه، لأن الذي أعطاه ربي وربه، ربنا واحد. فالذي أعطاه تفاءل بما عندي لا تعالى، استشعر المعية. ماذا قال الله تعالى؟ واصبر لحكم فإنك، استشعر المعية، أن كل ابتلاء يعني أن الله تعالى معك، لا يتركك الله تعالى فيبتليك ثم يتركك، لا، حاشا لله ذلك. عدم الاستغراق في الحزن. في ناس ما يصبروا، ليش؟ لأنهم يغوصوا في الحزن. لا تغوصي في الحزن يا حبيبتي، لا تغوصي في الحزن فتخسري، لأن الاستغراق يوهن. والله تعالى قال ولا تهنوا ولا وأنتم، فما تستغرقي في الحزن. ولذلك دائما الإنسان اللي يبتلى بأمر يتحرك، تحرك ولا تركن إلى الحزن فتهزم. اعرفوا أن أهل الصبر هم أهل الحظ العظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا إلا ذو حظ عظيم. أيضا أن الصابرين لهم الجنة والحرير، والصابرين أيضا منارات هدى. إيش يعني منارات هدى؟ قدوة. ستجد أن الصابر دائما يشار إليه بالبنان، أهل الصبر منارات ينعرفوا فيشار إليهم بالبنان. أيضا اعرفوا أن الصابرين هم الفائزين في النهاية، هم اللي يفوزوا في النهاية. أهل الصبر أيضا نالهم إيش من مكافآت؟ يوفون أهل الصبر، نعم، يوفون أجورهم. أهل الصبر أهل مغفرة، أي أنك إذا صبرت غفر لك. كيف أنت إذا إبرت شكك ويغفر لك؟ فما بالكم إذا ابتلي الإنسان بابتلاء عظيم. أيضا أهل الصبر هم الأهل الذين يحصلون على أفضل النعم. كيف يعني أفضل النعم؟ الأجور مالها؟ يعني خلينا نقول مثلا أنا صبرت على مثلا مر عقوقي أبنائي لي، صبرت عليهم وتحملت،
ماذا يكون جزائي؟ شايفين التحمل صبرت في بعض الأمهات يوم أولادهن عقوهن مدقون تقوم تدعي عليهم، هذا ليس من الصبر، تدعو عليهم لكن هي وش تقول كل مرة استمرت؟ ماذا تقول؟ الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم. ثم ماذا؟ فإذ بالله تعالى يكافئها أحسن مما عملت. ولذلك الله تعالى يقول ما عندكم ينفذ وما عند الله ولنجزين الذين صبروا مالهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني الله تعالى يجزيك بأحسن ما كنت تعمل، كنت صابرا على أبنائك يرزقك الله ما بس بر أبنائك، صلاحهم، ما بس صلاحهم، يبارك لهم في أرزاقهم فتسعدي. ما الأم تريد تشوف أولادها منعمين ومرتاحين؟ وفوق كذا يدلعوها، فوق كذا يدلعوها إن هي صبرت، بس بشرط تكون فاهمة إيش يعني الصبر. هنا وصلنا الغاليات إلى النهاية، جزاكم الله خير، ما شاء الله عليكن متفاعلات متفائلات إن شاء الله، وجعلكن يا ربي من الصابرات الطيبات المباركات يا رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما جمعتنا على ذكرك يا رب العالمين وفي مجلس من مجالس ذكرك يا رب العالمين، اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات صفحا وعفوا وغفرانا، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا متزوجا إلا كفيته يا رب العالمين. اللهم وصل على سيدنا وحبيبنا ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على صبركم وتحملكم، الله يبارك فيكم.